معنا مباشرة مراسلة لايف دينا حويدك من منطقة الإسعاف كامارا، ومعي أيضا مراسل لايف إبراهيم عزت متواجد في مكان أيضا، ومعي أيضا مراسل لايف أحمد فرج من وسط البلد. ننتقل أولا مع دينا. دينا أهلا بك وأنت في منطقة الإسعاف، كيف تبدو لديك الأجواء أولا في الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، ثانيا بالنسبة لإقبال المواطنين على شراء السلع؟ هل هناك سيارات متواجدة؟ هل هناك منافذ تموينية متواجدة أو يعني متوافرة في منطقة الإسعاف؟ صباح الخير حساني، بالفعل بنتابع معكم من منطقة الإسعاف بوسط البلد. هذه العربات التي دفعت بها مبادرة ائتلاف حب الوطن بالتعاون مع محافظة القاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعاون المنظمات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لمساعدة المواطنين قبيل شهر رمضان عيد الأضحى المبارك ودخول المدارس، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري، ويعني ايه مكافحه برضو بعض جشع بعض التجار ومساعده المواطنين كما ذكرت اليك. هذه العربات هي بدات من معرض الترجمان واحياء منطقه الترجمان من مبادره ائتلاف حب الوطن بعد ركود دام لثلاث سنين. هذا المعرض معرض شباب به كل المستلزمات المنزليه من دواجن ولحوم ومستلزمات حتى المدارس وأدوات كهربائية حتى الملابس الجاهزة. هنا في منطقة الإسعاف توجد عربات كما ترى في خلفي بها مندوب، الأسعار معلنة بالعربية منعا لتلاعب بالأسعار، بها مندوب صحيح. حتى يعني كنت بأتحدث مع المندوب من خلال وجودي هنا، وذكر لي أن بتوجد حملات تفتيش من قبل حملات التموين وحملات الطب البيطري للتأكد من صلاحية استهلاك هذه المواطنين. دينا اسمحي لي اتجه يعني قريبا منك وانت في الاسعاف الى شارع 26 واصل الاسعاف ايضا، لان مراسلنا احمد فرج متواجد هناك. احمد اهلا بك، وكيف تبدو لديك الاقبال على شراء الملابس؟ طبعا شارع 26 وانت متواجد فيه معروف بانه فيه محلات كثيره للملابس، كيف يبدو الاقبال من قبل المواطنين على شراء ملابس العيد والاسعار ايضا؟ يعني إذن هي منطقة وسط البلد التي تعتبر ملاذا للمواطنين لشراء الملابس خاصة قبل الأعياد، وبتشهد رواجا وقبل عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير. يعني قد تظهر الصورة من خلفي رواجا وانتشارا وكثافة لبعض المواطنين مع انكسار درجة حرارة الشمس بدأوا في النزول، ولكن هذا الرواجا هو رواجا ظاهريا فقط، حيث أن العملية بتتم كالتالي، هو تسوق دون عمليات شراء. إذن السوق يشهد ركودا في هذه الأثناء دون عمليات للشراء، ونحن على بعد 48 ساعة عن عيد الأضحى المبارك، وعادة بيتم الشراء بكميات كبيرة للغاية. ولكن دعني أضع يعني المواطنين وانقسم المواطنين إلى عدد من الأقسام في عمليات الشراء. البعض يقوم بالتسوق فقط دون الشراء، والبعض الآخر اكتفى بالملابس الخاصة بعيد الفطر المبارك، وذلك للاستمتاع بعيد الأضحى المبارك، والبعض الآخر فضل عدم الشراء تماما، وذلك لارتفاع الأسعار. بالنسبة للتجار أيضا، بعض التجار يعني تحدثوا عن أن الركود يصل إلى المحلات حتى في هذه الفترة التي تعتبر موسما لهم. وإذا تحدثنا أيضا عن الأوكازيون يعني الذي يصل إلى 20 وإلى 30% ولا 50%، بحديثي مع عدد من المواطنين هذا الأوكازيون لا يمثل لهم أوكازيونا، لأن أسعار الملابس ارتفعت تباعا مرة تلو الأخرى، والأوكازيون يعني أصبح السعر مرتفعا حتى بعد الأوكازيون. طيب اسمح لي أحمد أنتقل معك إلى الناحية الشمالية على بعد يعني بضعة كيلومترات إلى منطقة الفجالة، طبعا منطقة معروفة جدا بأنها فيها أدوات دراسية، وهنا العام الدراسي الجديد يواكب أيضا عيد الأضحى المبارك. معي مراسل لايف إبراهيم عزت. إبراهيم، كيف تبدو الأجواء لديك في منطقة الفجالة من حيث إقبال المواطنين على شراء المستلزمات الدراسية وتوافر هذه المستلزمات، أم أنهم يكتفوا الآن بشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك؟
نعم أهلا بك حساني. يعني كما تتابع الآن في الخلفية، يعني هذه المنطقة هنا في الفجالة إحدى أهم المدن أو المناطق التي تشتهر ببيع وشراء مستلزمات المدرسية وأيضا المستلزمات الجامعية والكشاكيل وما إلى ذلك، جميع الأدوات التي يحتاجونها الطلاب هنا في العام الدراسي الجديد. هنا في الفجالة ربما حالة الرواج الذي تشاهده الآن من قبول المواطنين هنا لشراء المستلزمات لبدء المدارس، ولكن على ما يبدو ومن خلال حديثي مع أحد يعني مسؤولي هذه المكاتب، عمليات الشراء لم تكن هي المعتادة منذ الأعوام السابقة. حول الأسعار قال لي أن الأدوات ربما الأدوات الورقية والكشاكيل وما إلى ذلك والكراسات هذه هي التي شهدت زيادة في الأسعار على عكس باقي الأدوات الأخرى كالأقلام وما إلى ذلك، هذا ربما سيظل هذا السعر كما هو، ولكن نعم. فقط الذي شهد ارتفاع في الأسعار طفيف هو الأوراق. نحن نتحدث في أيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد حساني، يعني المدارس ستبدأ يومها الأول في 23 من الشهر المقبل، على عكس الجامعات التي ستبدأ في 16 من سبتمبر، والتأخير في المدارس هنا أخيرا بحسب ما قاله أحمد خيدر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لحين تسليم المدارس المصرية اليابانية والاتهام الأقصي بعودة ليك مرة الإسعاف، ويعني أكلمها على الإقبال بالنسبة للمواطنين على شراء السلع المخفضة في هذه المبادرة. دينا، إذا يبدو أن دينا تسمعني. أشكر دينا حويدك من منطقة الإسعاف، أشكر أيضا أحمد فرج من 26 يوليو، أشكر أيضا مراسلنا أخينا إبراهيم عزت من منطقة الفجالة، أشكرهم شكرا جزيلا. إذا هنا ثنائية للمواطن المصري في هذه اللحظات، الأسعد العيد الأضحى المبارك طبعا هنا يعني عبء كبير، نتمنى أن تكون سلعة مخفضة له، الأسعد أيضا العام الدراسي الجديد في هذه اللحظات، أشكركم وإلى ملتقى.